اتجوزت سنة 94، وجوزي توفى في سنة 97. جوزي توفى في حادث في صاعق كهربائي في قرية جدة. ولما توفى كان ابني الكبير عنده حوالي سنتين، والصغير كان ليه 6 شهور في بطني. بعد ما توفى جوزي قدمت لي ناس كتير عشان الجواز ورفضت، وابتديت أربي ولادي وما رضيتش أجيب لهم حد عشان يذلهم. من ضمن المواقف الصعبة اللي قابلتني في تربية ولادي، إنه لو تعب معايا واحد منهم بالليل ما عرفش أروح بيهم فين، لأن أنا وحدي، ما فيش حد جنبي وما فيش حد معاي. وأصريت إن أنا أربيهم وأعلمهم، وكنت أعمل بأقصى جهدي إن أنا أوديهم مستشفى، أروح ممكن بيهم الخارجة عشان أطمن عليهم. أنا عرفت بمساعدة الأم المثالية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، وقدمت لوالدتي يعني من غير ما تعرف، حتى كانت بتسألني ليه الأوراق ده هي، وقدمت لها وأنا كنت واثق إن هي تفوز، يعني عشان أنا واحد من الناس شايف إن أمي عملت اللي محدش عمله مع ولاده. أمي عمرها ما أهانتنا، وعلى طول كانت بتدعمني دعم مالي ومعنوي. أي حاجة تحصل معايا ما يهمكش، شد حيلك كمل. محمد أخذ بكالوريوس تربية رياضية، وحاليا بيحضر ماجستير. وابني رأفت أخذ برضه بكالوريوس تربية رياضية، وحاليا في الجيش. كنت ساكنة بولادي في بيت من الطوب اللبن، وبعد كده بقيت أحوش القرش على قرش مع ربايتهم. كونت القرش وبنيت لهم بيت مسلح وسكنة فيه حاليا الوقت أنا وولادي. فرحان جدا، إن أنا مش عارف أوصف لك فرحتي إن هي فازت بالأم المثالية وكمان على مستوى الجمهورية، يعني الحمد لله. نفسي أفرح بولادي وأجوزهم. محمد جاته شقة في تبع السكن الاجتماعي، ورافت ان شاء الله ابني له فوق البيت اللي انا ساكنه فيه، وبكده يبقى انا اديت رسالتي معاهم. وبتمنى من ربنا ان شاء الله يبلغني ان احج وازور بيت الله الحرام.